يتم بعد قليل حضورنا الكريم اعلان النتائج لبطولة المهرات. Ladies and gentlemen, after a while we will announce for the Phillies championship results. حضورنا الكريم، البطل البرونزي، ميادة البيادر البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي. The bronze champion، ميادة البداير for the owner الشيخ محمد بن سعود القاسمي. رقم المهرة رقم 59. أما البطل الذهبي The Gold Champion، كانت المنافسة حامية في هذا الشوط، لكن البطل الذهبي كان من نصيب المهرة رقم 72 إليف لانكا للمالك مربط دبي للخيول العربية. أما المركز، أما الحاصل على البطل الفضي سيلفر شامبيون، المهرة رقم 77 بنت هذه الخالدية للمالك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان آل سعود. Ladies and gentlemen, the golden champion, the filly number 72, إليف لانكا for the honor. Dubai Arabian Horse Stud and the Silver Champion for the filly number 77 Bint Hadi Khalidiya for the owner His Highness Prince Khalid bin Sultan Al Saud. كل التبريكات إذا للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى. Congratulations for the winners. ويتفضل الآن الشيخ سلطان بن عبد الله الثاني مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسعادة السلطان خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بتتويج الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى. Thank you.